السلام عليكم. يبدو لبنان اليوم كما لو أنه على صفيح ساخن، غليان سياسي واقتصادي واجتماعي وشعبي في بلد بلا حكومة منذ شهور، ولا يبدو في الأفق حتى الآن أن هناك انفراجة نحو تشكيل حكومة يتوقف تدفق المساعدات الدولية إلى لبنان على وجودها. صراعات واتهامات متبادلة بين المسؤولين بالتسبب في تأخير تشكيل الحكومة، وخزينة خاوية، وجائحة منتشرة، وكهرباء مقطوعة، وشعب غاضب. مشهد دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى تشبيه مصير لبنان بما آلت إليه حال سفينة تايتانيك الشهيرة، الغرق. لماذا يعجز لبنان عن تشكيل حكومة؟ وما تداعيات أي تأخير محتمل في هذا الشأن؟ وهل هناك أفق للحل؟ أسئلة نبحثها في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. أزمات متلاحقة يعلو بعضها بعضا، من مخاض تشكيل الحكومة المتعسر إلى الاقتصاد المتدهور إلى الأمن المتزعزع. هكذا هو المشهد في لبنان الذي أثار غليان الشعب وغضبه المطالب برحيل السياسيين الذين أوصلوا البلد إلى ما هو عليه الآن. فيها توزيع للحقائب. رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري خلال لقائه بالرئيس ميشيل عون أعلن عن رفضه التشكيلة الحكومية المقترحة من جانب الرئيس، مؤكداً على لآته الثلاث التي تنص على أنه لا لحكومة تكنوسياسية، ولا لحكومة يفوق عددها 18 وزيراً، ولا للثلث المعطل، في إشارة إلى التشكيلة الحكومية التي ضمنها عون ثلثاً من تياره السياسي وحلفائه، بما يعني التحكم في قرارات الحكومة. وبعد فشل الاجتماع 18 بين عون والحريري حول التركيبة الحكومية الجديدة ودخول الأزمة السياسية في لبنان منعطفاً خطيراً، فإن واشنطن ودولاً غربية وعربية تدرس فرض عقوبات على شخصيات لبنانية. فيما حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من خطورة الوضع الراهن في لبنان، وأوضح أن على الكتل السياسية تنفيذ إصلاحات عاجلة في لبنان للخروج من الأزمة الحالية. إيران التي أغرقت لبنان بالدم من خلال وكيلها المصنف على قوائم الإرهاب ميليشيا حزب الله، تغرق البلاد اليوم بالأدوية الفاسدة بتواطؤ من وزارة الصحة التي تسيطر عليها الميليشيات خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي زاد من الاحتقان الشعبي من فساد ميليشيا حزب الله. أما القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت مارتن لينكدن فقد أعرب عن قلق بلاده إزاء الأوضاع التي يشهدها لبنان، داعياً إلى التحرك تجنباً لحدوث الكارثة، وصفنا الزعماء السياسيين اللبنانيين بأنهم يتراقصون على حافة الهاوية. اللبنانيون باتوا يعيشون حياة النازحين داخل بلدهم، يعانون الفقر ويتزاحمون للحصول على لقمة العيش التي أصبحت صعبة المنال، في ظل تمسك الفرقاء السياسيين بمواقفهم للحفاظ على مكاسبهم السياسية، مع غياب الدول العربية المنشغلة هي الأخرى بالأزمات والصراعات الداخلية. عن هذا الموضوع ينضم إلينا من صيدا عبر سكايب الأستاذ حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات، ومن بيروت عبر سكايب أيضا الأستاذة سوسن مهنا الكاتبة الصحفية. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ من صيدا، وأبدأ من حيث انتهت الأخبار يعني قبل يومين تقريبا أستاذ حسان، تصريح نبيه بري عندما شبه لبنان بسفينة تايتانيك وقال إن لبنان سيغرق إذا لم تشكل الحكومة. أي شخص في لبنان لو قال هذا التصريح ربما يمر مرور الكرام، لكن عندما يصدر عن نبيه بري وهو أوثق حلفاء حزب الله المتهم من قبل فئات شعبية بأنه المتسبب في كبريات أزمات لبنان أو أزمات لبنان، ماذا يفهم من تصريح نبيه بري؟ في الواقع نحن نعيش الآن في لبنان مرحلة الانهيار ومرحلة الغرق الحقيقي والفعلي. لسنا بحاجة لمزيد من الوقت حتى نشعر بأننا نعيش حالة انهيار شامل، انهيار اقتصادي، انهيار مالي، انهيار مصرفي، انهيار أمني، وانهيار أيضا سياسي. المشكلة الأساسية كانت في المحاصصة التي قامت بين كافة المكونات السياسية في لبنان على أن تتقاسم
طيب السلطة في أستاذ لبنان. حسان، لو أذنت لي أنا سأتي معك لأبحث المشكلة في 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 خفايا المشكلة وتفصيلاتها معك بعد قليل، لكن أنا ألتمس منك بخبرتك وعلاقاتك الواسعة ومراقبتك الدقيقة لما يحصل في لبنان أن تفسر لنا تصريح نبيه بري. هل هو تعبير عن موقف، بمعنى أنه يمرر رسائل معينة لجهات معينة من هذا التصريح، أم أن الرجل حقيقة يستشعر خطورة الموقف ويريد أن تنتهي هذه المشكلة؟ الرئيس بري كونه جزء من الثنائي الشيعي الحاكم وكونه جزء أيضا من السلطة السياسية يدرك بعلاقاته، أو بالأحرى يعلم بعمق علاقاته الإقليمية والدولية، أن لبنان مقبل على أزمة حقيقية، أزمة تدخل دولي ووصاية دولية قد تكون هي الحل الوحيد للأزمة اللبنانية. هو يطلق رسالته هذه لحزب الله أولا، خاصة وأنه عندما ذهب الرئيس الحريري لزيارة الرئيس ميشيل عون في قصر العبدة أطلق موقف حركة أمل السابق للزيارة بساعات قليلة، والتي أكد فيها على التزامه والتزام حركة أمل بالمبادرة الفرنسية التي تنص على أن حكومة من 18 وزيرا ومن اختصاصيين وليست تكنو سياسيين أو سياسيين. يعني هل تشعر هذا أن هذا وراء التصريح نوعا أن وراء هذا التصريح نوعا من الشقاق أو الخلافات البينية فيما يتعلق بموضوع تشكيل حكومة بين نبيه بري وحزب الله؟ ليست خلاف بقدر ما هي تحذير من أن قادم الأيام خطير، وأن خسارة السلطة التي وصل إليها الثنائي الشيعي قد تكون مقبلة على الساحة اللبنانية، وأن من الأفضل الدخول في الحوار والخضوع ليس للوصايا للوساطات الدولية والتعامل معها بجدية حتى لا نقع في المحظور وينهار البلد ويصبح التدخل مشروعاً ومطلوباً ليس من السياسيين بل من اللبنانيين العاديين أيضاً. إذن نبيه بري يطلق تحذير عالية اللهجة وواضحاً وصريحاً بكل ما تعني الكلمة. إذن المستهدف من هذا التحذير، تحذير نبيه بري، وهو حقيقة تصريح لافت، هو شريكه وأوثق حلفائه حزب الله. طيب يعني أنتقل معك إلى السؤال التالي، وهو يعني يصر تيار المستقبل على أن الرئيس اللبناني ميشيل عون يعني يتمسك بقضية الثلث المعطل، وهو ثلث أعضاء الحكومة الذين يستطيع من خلالهم تعطيل اجتماعات الحكومة وتعطيل اتخاذ القرارات ذات البعد الاستراتيجي، بينما يصر يعني ميشيل عون على نفي هذه التهمة عنه. أين الحقيقة ولماذا لا تشكل الحكومة حتى الآن؟ المشكلة الأساسية هي في حزب الله وميشيل عون وجبران باسيل، هم واجهة لهذا الخلاف الشكلي. الحزب الله يريد أن يبقي لبنان ساحة صراع وتظهير مواقف إيران على الساحة اللبنانية. لا استقرار في لبنان، لا هدوء في لبنان، لا حكومة تشكل في لبنان إلا عندما ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران وتنخرط معها في مفاوضات جديدة بعد العودة إلى الاتفاق النووي الذي أطاح به الرئيس طيب. السابق دونالد ترامب. طيب سأعود إليك لأبحث هذا السؤال معك بمزيد من التفصيل، ولكن أصبحت الآن السيدة سوسن جاهزة معنا. السؤال هو ما السؤال الأولى أو بالأحرى في هذه المرحلة؟ السؤال عن ماذا وراء تأخير تشكيل الحكومة، أما عن من وراءها؟ بمعنى تأخير الحكومة ناشئ عن تعقيدات بسبب التوازنات الطائفية بين الفرق السياسية اللبنانية، أم بسبب القوى اللبنانية النافذة التي تريد تحقيق مصالحها بالدرجة الأولى، يعني حتى لو كان على حساب خراب لبنان؟ فما الأولى أن نسأل عنه الآن؟ نعم، مساء الخير. مساء الخير. الحقيقة المشكلة الأساسية هي في النظام، النظام الطائفي، النظام المحاصصات الطائفية. ولكن اعتدنا منذ التسعينيات، يعني من بعد اتفاق الطائف، أن تكون الحكومات توافقية، يعني موزعة بين الطوائف، وتكون يعني اسمها حكومات ديمقراطية توافقية، وهو تعبير يعني غير وارد بالقانون السياسي. إذن الإشكاليات التي يتحدث عنها، إن كان فريق الرئيس سعد الحريري الرئيس المكلف أو فريق الرئيس الجمهورية، هو غير دقيق، لأنهم هم المسؤولون عن التسوية الرئاسية عام 2016. التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيس ميشيل عون إلى سدة الرئاسة هي كانت تسوية بين حزب الله وسعد الحريري وميشيل عون. يعني في مثل لبناني يقول شعادة ما بدأ، شو هو يعني ما هو الخلاف الأساسي بين فريق التسوية الرئاسية؟ بالحقيقة قد لا يكون هناك خلاف، الفريقين مسؤولين عن التعطيل،
الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. الرئيس المكلف قيل في الكواليس أنه ينتظر إشارة من الخارج وتحديدا من المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية التي لا تريد أن توافق على حكومة ممثل فيها حزب الله. وفريق آخر يقول أن الحزب، أن رئيس الجمهورية يماطل ويهادن ويريد أن يعني تتأخر تشكيلة الحكومة لأنه غطاء لحزب الله، وطبعا حزب الله يريد من مصلحته أن يتأخر تشكيل الحكومة الآن بانتظار الانتخابات الرئاسية في إيران، وربما حتى جلوس الطرفين الإيراني والولايات والأمريكي إلى طاولة المفاوضات. هذا هو سبب الأساسي، يعني هناك عراقيل داخلية وعراقيل خارجية. نعم. طيب أعود مرة أخرى إلى السيد حسان، يعني أنت قلت بأن حزب الله هو يعني هو جوهر المشكلة، وأن تيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون هو واجهة، يعني ثمة من يسأل وهناك فريق من اللبنانيين وربما يكون أكثرهم من جمهور حزب الله، يعني كل شيء يوضع على كاهل الحزب، يعني كما لو عثرت شاة في طرابلس سئل عنها حزب الله، لما يعني التيار العوني وميشيل عون والتيار الحر يعني صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة في الوسط المسيحي، فله ثقله وله وزنه، لماذا يجعل هكذا واجهة لحزب الله؟ حزب الله سبق له أن وافق على تفاهم بعبدة الذي نص على نأي لبنان بنفسه عن الصراعات العربية سواء كانت في سوريا أو غيرها، وبعد أيام من خروج ممثل حزب الله النائب محمد رعد من هذا الاجتماع قال أن هذا الاتفاق لا قيمة له وأن حزب الله لن يلتزم بهذا التوجه وهذا التفاهم. هذا السيناريو نفسه تكرر الآن بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون واجتماعه بكافة القوى اللبنانية بما فيهم حزب الله، ومحمد رعد شخصيا كان حاضرا، ووافقوا جميعا على المبادرة الفرنسية التي تنص على حكومة برئاسة سعد الحريري، قبل سعد الحريري كان هناك مصطفى أديب، وأيضا أن تكون حكومة من اختصاصيين لا سياسيين لمعالجة الأزمة الاقتصادية قبل السياسية ومنع الانهيار المالي. ومع ذلك جاء أمين عام حزب الله قبل أيام وقال أن حكومة تكنوسياسية هي الحل في لبنان، وأن أي حكومة من اختصاصيين يتم تشكيلها برئاسة سعد الحريري لن تحظى بحماية من حزب الله. إذا ما تحرك جمهوره لرفض هذه الحكومة لن يتدخل حزب الله لأنه لن يكون ممثلا فيها، وبالتالي لن يكون مسؤولا عن استمرارها أو نجاحها. إذا حزب الله الذي لعق الاتفاق الذي وقع عليه، لعق توقيعه على الاتفاق الذي تم في قصر بعبدة خلال فترة رئاسة الرئيس السابق ميشيل سليمان، عاد الآن ومارس نفس السياسة بالتنكر والتنصل من اتفاقه مع كافة القوى اللبنانية مع الرئيس الفرنسي في لبنان منذ فترة. المشكلة أن حزب الله ينفذ سياسة إيرانية يسعى لأن يبقى لبنان تحت هذه الهيمنة، ولكن بتمويل عربي وتمويل دولي. المشكلة في لبنان الآن هي مالية، وهذا ما عرى وكشف كافة المحاصصات والاتفاقات والفساد والهدر الذي يمارسه كافة القوى اللبنانية، وأيضا كشف أن سياسة حزب الله الخارجية أدت إلى عزل لبنان عربيا ودوليا. حزب الله ما يريده هو أن يتم دعم الحكومة اللبنانية كائنا من كان رئيسها سواء كان سعد الحريري أو غيره، ولكن على أن يبقى مهيمنا على الوضع السياسي والوضع الأمني، وأن تكون يده العليا على الساحة، وأن يبقى يحمي النظام الإيراني ومصالحه. ونصر الله لا يتأخر أبدا في القول عند كل لقاء وكل خطاب أن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يقف حزب الله مكتوف الأيدي، وأنه سوف يتدخل إلى جانبها. هذا الواقع هو ما يجعل لبنان عرضة لهذه العقوبات المالية والاقتصادية، وهذا ما يجعل العرب يمتنعون عن دعم لبنان، خاصة وأن حزب الله له عناصر مسلحة تقوم بتدريب الحوثيين في اليمن، وهذا شيء معروف لدى الجميع ولا يخجل حزب الله من التصريح به. وبالتالي وبعض السياسيين وبعض الإعلاميين لا زالوا يقولون أن المملكة العربية السعودية تتدخل لمنع تشكيل حكومة في لبنان. المملكة العربية السعودية لا يعنيها الآن الوضع اللبناني، طالما أن حزب الله هو مهيمن على الساحة اللبنانية، هو من يسيطر على كافة مفاصل السلطة، وحتى كما ذكرت قبل قليل أن وزارة الصحة الآن بيد حزب الله، الأدوية التي دخلت إلى لبنان دون موافقة من وكالة الصحة الدولية على جودتها أو فعاليتها أو أن لا تأثير جانبي لها، أيضا هناك هيمنة كاملة على وزارة الصحة الآن من خلال
تمويل مستشفيات محددة بمبالغ مالية طائلة، مستشفيات تعاني من نقص مالي، ومستشفيات يعني تعيش فائض مالي لرعاية مرضاها. المشكلة الأساسية في لبنان الآن هي هذه الهيمنة غير المقبولة، والتي لا يمكن أن يقوم العرب أو المجتمع الدولي بدعم نظام حكم موجود على الساحة اللبنانية تهيمن عليه إيران بالكامل وتحاول الاستفادة من الآخرين، باعتبار أن الشعب اللبناني هو رهينة الحصار الاقتصادي، رهينة العجز والعوز. أيضا هناك حالة سيئة جدا على الساحة اللبنانية يعيشها المواطن اللبناني من حاجته للمال وعجزه عن تأمين مستلزمات الحياة اليومية. حقيقة سيد حسان، يعني اللبناني يعيش أزمة وجودية، ولست وحدك في موضوع يعني القول بأن حزب الله ربما يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية، بل هناك طبقة من المراقبين اللبنانيين منهم طوني بولس الذي قال لوكالة الأناضول بأن حزب الله ليس مستعجلا على تشكيل الحكومة. وهنا أسأل السيدة سوسن مهنا، يعني ما الذي يجعل حزب الله غير مستعجل على تشكيل حكومة وتأخير حل الأزمة، علما أن التأخير يأتي على لبنان كله بما فيها حزب الله كما قال شريكه نبيه بري، ما سر هذا الاستبطاء؟ نعم، الحقيقة هناك تباين واضح بين الرئيس نبيه بري وحزب الله. هناك من يقول أنه من باب توزيع الأدوار بين بري وحزب الله، وهناك من يقول لا، فعلا الرئيس بري عندما أشار إلى حكومة وأصر على حكومة تكنوقراط كان بهذا يريد توجيه سهامه نحو حزب الله الذي طالب بحكومة تكنوسياسية. من مصلحة حزب الله انهيار الدولة الآن لكي يبقى مسيطرا، يعني الكل يعلم أنه لم يهتم بالعقوبات الموضوعة إن كان قانون قيصر أو العقوبات التي طالت بعض الوزراء اللبنانيين، لأن حزب الله لا يتعامل بالمال عبر المصارف، فهو يتعامل بالمال الكاش يعني الفريش ماني. ومنذ البداية قال أن هذه العقوبات لن تستطيع أن تسيطر علينا. أيضا إضافة إلى هذا، حزب الله استطاع طوال هذه السنوات أن يؤسس دولة داخل الدولة، هو يمتلك مؤسسات رديفة لمؤسسات الدولة، القرض الحسن، مؤسسة الجهاد، مؤسسة البناء، مؤسسات أيضا مدارس، مستشفيات، ويستطيع عبر هذه المؤسسات أن يؤمن الدخل للمناصرين. بالإضافة طبعا هذا إلى كلامك العسلية. هذا سيدة سوسن، كلامك هذا ربما فيه يعني حزب الله ما دام يحظى بهذه السيطرة ويتمتع بهذه السيطرة في لبنان، فما حاجته لتأخير الحكومة إذا ما كان هو صاحب القرار الفصل في لبنان؟ إذا يعني عملية اتهام حزب الله بتأخير الحكومة يعني إلى حد ما فيها شيء من الكيدية السياسية قد يرى فريق ما. نعم، الحقيقة من مصلحة ليس حزب الله، صحيح هو المقرر الرئيسي في البلد، ولكن هو نحن نعلم هو مرتبط ارتباطا وثيقا بإيران، وطالما إيران تريد أن توتر جميع الساحات، رأينا في العراق، رأينا في اليمن أن الحوثي لم يوافق على مبادرة السلام التي طرحتها المملكة العربية السعودية، نرى توترات في سوريا. إذن من مصلحة إيران حاليا أن تماطل في جلوء في الموافقة أو جلوس إلى طاولة المفاوضات، علما أنها تريد أن تعود بال. طيب سيدة سوسن، يعني في النقطة ذاتها، يعني هل أريد أن أسألك من جانب آخر عن الموضوع، هل إذا شكلت حكومة بعيدا عن دعم حزب الله أو لا يحظى فيها بغطاء سياسي شرعي لأعماله لسرديد المقاومة التي يقدمها في الداخل اللبناني، هل وجود هذه الحكومة التي ليس له فيها نصيب أسد أو سيطرة يضعف مكانة حزب الله أو يضعف وضعه السياسي في لبنان؟ الحقيقة أريد أن أكون صريحة، لا يمكن تشكيل حكومة دون تواجد لحزب الله أو على الأقل ممثلين لهم، حتى لو كانوا من مرتدي ربطات العنق، يعني ليسوا حزبيين، ولكن لن يستطيع أي فريق. من هنا أنا من هنا تكلمت أن سعد الحريري من الصعب جدا أن يشكل حكومة لا يتواجد فيها حزب الله، ولكن طالما نحن نسير، المنطقة كلها تسير، الإقليم كله يسير نحو جلوس إلى طاولة مفاوضات أو نحو الذهاب إلى مفاوضات مع إيران، وأمريكا تستعجل هذا الموضوع، ولكن إيران تؤخر لأنها تريد الوصول إلى أقصى الشروط التي تطلبها. لن يستطيع حتى لو كان
غير الرئيس سعد الحريري، لن يكون هناك يعني فدائي يستطيع أن يشكل حكومة دون تواجد لحزب الله. حزب الله إن كان يستطيع أن يعني يؤثر على حلفائه من الرئيس نبيه بري حتى فريق رئيس الجمهورية، من هنا تأتي المماطلة، إضافة إلى عوامل داخلية عديدة. يعني حزب الله ينظر بالمنظار الإقليمي، أما فريق رئيس الجمهورية فله يعني ينظر بالمنظار الضيق، المنظار المصالح في إلى الداخل. يعني حزب الله يماطل لمشاريع إقليمية، وفريق رئيس الجمهورية له مطالب أخرى. رئيس الجمهورية يريد أن يطمئن أن صهره قد يصل إلى رئاسة الجمهورية من بعده. من هنا يريدون حكومة مفصلة على قياسهم كي تأتي برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في المستقبل رئيسا للجمهورية. من هنا يأتي التحالف مع حزب الله، من هنا تأتي المماطلة، علما أن السلف المعطل الذي طالب به رئيس الجمهورية لم يوافق عليه أي طرف لبناني آخر، حتى حزب الله لم يوافق على السلف المعطل. من هنا أتت مبادرة الرئيس بري منذ 10 أيام، مبادرة حكومة من 24 وزير، رئيس الحكومة ونائبه لا يحملون حقائب، و22 وزير البقية بحقائب ولكن من التكنوقراط، من الاختصاصيين. وتتوزع هذه الحكومة 3 ثمانيات، يعني فريق رئيس الجمهورية 3 ثمانية، فريق التيار الوطني الحر وطلال أرسلين وحزب التشناق الأرمني 8 وزراء، فريق وليد جنبلاط وتيار المستقبل 8 وزراء. إذن هذه يعني أفضل الممكن كانت هذه الحكومة، ومع هذا رفضها تيار الوطني الحر وقال لا نريد أن نعطي النصف الضامن. نريد أن نبحث بعد قليل تبعات أو تداعيات التأخير المحتمل حقيقة في لبنان لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن ليس قبل أن نذهب إلى وقفة قصيرة. مرحبا بكم مرة أخرى. هذه عودة لاستئناف الحديث في أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية التي ربما يتوقف على تشكيلها حل كثير من الأزمات. سيد حسان، لا يبدو أن في الأفق هناك إمكانية لحل هذه الأزمة، لأن الأطراف السياسية التجاذبات السياسية حقيقة حادة، والكل يبحث عن مصالحه بالرغم من أن البلد يغرق. أريد أن أتوقف مع كلمة يغرق، ما عندما يقول نبيه بري بأن لبنان مثل سفينة تايتانيك سيغرق، ما معنى هذا الغرق؟ هل يمكن أن تجليه لنا صورة حية؟ ونرجو الخير للبنان طبعا. نعم، إذا سمحت لي فقط لتوضيح الصورة. المعادلة الآن في لبنان هي واضحة جدا. المجتمع العربي والدولي لا يريد حكومة يتمثل فيها حزب الله أو أن يكون له هيمنة على سياساتها الداخلية والخارجية، وإلا وحزب الله يريد أن يكون جزء من هذه الحكومة، وبدون حزب الله لا تتشكل حكومة. فالمعادلة صعبة جدا. حكومة فيها حزب الله لن يحصل لبنان على أي دعم مالي، ولبنان فعلا يغرق لأن لا دعم مالي له، وهناك انقطاع كامل للدعم المالي. أيضا هناك عملية حصار مالية تمنع التحويلات المالية، وهناك خوف لدى المواطنين المغتربين والعاملين في الخارج من تحويل أموال لذويهم في لبنان، وكان يعتمد اللبنانيون كان يعتمدون كثيرا على هذه التحويلات نظرا لحجمها الذي يتجاوز 7 أو 8 مليارات دولار، وبالتالي هي تشكل عامل دعم أساسي للسلطة اللبنانية، للحكم اللبناني وللاقتصاد اللبناني. فالمعادلة هي حكومة فيها حزب الله لا دعم للبنان، حكومة لا يتمثل فيها حزب الله لن تتشكل. حزب الله ماذا يراهن هنا؟ وهذا ما يحذر منه الرئيس بري. حزب الله يراهن على الصمود، وهذا ما قاله نصر الله وكافة
قيادات حزب الله بشكل متدرج وبشكل واضح وصريح. المشكلة الآن هو من يصمد أكثر من الآخر. مع بداية الأزمة قال حسن نصر الله أن نحن جمهورنا يقبض من المال الإيراني، نحن لسنا بحاجة لأموال المصارف وغيرها. وكما قالت زميلتنا الآن، هناك مصرف موازي لحزب الله هو صندوق القرض الحسن، وقد تم الكشف عن كثير من أسراره عندما تم اختراق أجهزته الإلكترونية. طيب إذن حزب الله ماذا يراه؟ ماذا يعني الغرق؟ يعني إلى أين يذهب لبنان إذا ما تأخر تشكيل حكومة؟ هذا ما أريد توضيحه الآن. حزب الله يراهن على صمود جمهوره إلى جانبه، وبالتالي الجمهور الآخر الذي لا يحظى بالدعم لا إقليمي ولا دولي سيعاني الأمرين، وهذا فعلا ما نعاني منه. ولكن تبين الحزب الله مؤخرا أن حتى جمهوره يعاني، لأن حزب الله لا يستطيع بتمويله الإيراني الخاصة وتتعطل بعضها، ومع انخفاض منسوب التهريب عبر الحدود اللبنانية إلى سوريا وغيرها، والتهريب عبر البحر إلى الدول الأخرى، أن جمهور حزب الله الآن بدأ يعاني من الضائقة المالية كما يعاني منها سائر اللبنانيين الذين لا يحظون بدعم خارجي. فهنا الغرق عندما تزداد الحاجة تزداد المشاكل الأمنية، وهذا ما نلحظه، تزداد الخلافات والمشاكل العائلية والاجتماعية، وهذا ما نعيشه الآن، وكذلك السرقات. حتى أغطية المجاري المائية والمجاري الكهرباء، الاغتيال والقتل كل يوم، السرقات السيارات، بس عفوا سيد حسان، يعني انا حتى الان هذه المشاكل التي تتحدث عنها، هذه المشاكل التي تتحدث عنها يمكن ان تحصل في اي بلد، لكن لم يتوضح عندي على الاقل معنى الغرق الذي قاله نبيه بري. يعني هذه مشاكل ممكن تحصل، هذا ليس غرقا بالمعنى الذي قصده ربما نبيه بري. هل يعني غرق لبنان يعني تفكك البلد مثلا؟ هل يعني غرق لبنان يعني نشوء فوضى عارمة ربما تؤدي إلى حرب يعني أهلية لا تبقي ولا تذر في لبنان؟ يعني لو توضح لي أكثر معنى الغرق الذي قصده ربما الحريري. الغرق هنا يقصد به هو التدخل الدولي الخارجي، زيادة حدة الصراعات في الداخل اللبناني. لا يوجد مخاوف من حرب أهلية في لبنان، لا حرب أهلية. السبب بسيط، أن هناك فريق واحد مسلح في لبنان هو حزب الله، لا يوجد قوى مسلحة لدى كافة القوى السياسية اللبنانية، الفريق المسلح الوحيد هو حزب الله. إذن لا حرب أهلية، والتهويل بالحرب الأهلية هو للتهويل على المجتمع العربي والدولي حتى يقوم بدعم لبنان ماليا لتخفيف الاحتقان، والحديث عن أن الوضع الاقتصادي الجيد يمنع الصدامات والصراع الأهلي. وحاول حزب الله مع بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان وانهيار الحكومة الإشارة إلى أن احتمال الحرب الأهلية وارد، عندما نزل جمهوره إلى ساحة الشهداء ليقمع المتظاهرين تحت عنوان وهتاف شيعة شيعة شيعة، وقادتنا مقدسون ولا نقبل بأن يمسهم أحد. الآن الاعتصامات في الساحة الشيعية نفسها في جنوب لبنان، هناك اعتصامات ومظاهرات تعترض على الواقع السياسي وتطالب بالتغيير. طيب، في الضاحية الجنوبية نزل هذا الجمهور. إذن الآن المشكلة قد تستدعي تدخلا دوليا، وهذا ما نادى به البطريرك الراعي عندما قال المطلوب مؤتمر دولي لحماية لبنان. إذن لبنان كيان يجب أن يبقى وكيان يجب أن يستقر، وبالتالي لم يعد ممكن استمراره واستقراره إلا برعاية دولية وحماية. طيب، دولية، وهذا ما يحذر منه الرئيس نبيه. طيب سيدة سوسن، هناك ضوء أحمر على المساعدات الدولية المالية للبنان حتى تتشكل هذه الحكومة. السؤال، إلى متى يستطيع لبنان الصمود بلا حكومة؟ لكن دعني سيدي أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. كما تفضل الأستاذ، لكن هناك رأي آخر يقول أن حزب الله هو من يدفع باتجاه الانهيار كي تذهب الدولة إلى مؤتمر تأسيسي كان قد تحدث عنه الرئيس الفرنسي عندما كان موجود في بيروت بعد تفجير المرفأ. قد يكون سعد حزب الله يدفع باتجاه هذا المؤتمر باتجاه المثالثة كما حكي في الفترة الماضية، لأنه عند انسحابه من سوريا والعودة إلى لبنان، هذا كان على طاولة المباحثات في روسيا فريق حزب الله والسلطات الروسية عندما ذهبوا من أسبوعين تقريبا. عودة حزب الله من سوريا كيف ستكون في الداخل اللبناني؟ قد يكون حزب الله من مصلحته أن تنهار الدولة وأن تنهار مؤسسات الدولة كي يعني يستفيد من عودته سياسيا في الداخل اللبناني. أيضا
الرئيس بري عندما تحدث عن الغرق قال الانهيار سوف يطال الجميع. هنا كان يوجه سهامه أيضا نحو حزب الله. الانهيار لن يطال فقط بقية الشعب اللبناني ومناصري حزب الله سوف يكون يعني أنه يعيشون برخاء. الانهيار سوف يطال الجميع. المؤتمر الذي أتكلم عنه. لا هو عفوا سيدة سوسن، يعني هو حتى لا يدركنا الوقت، يعني أنا سألتك ربما إلى متى يستطيع أن يصمد لبنان بلا حكومة ويستطيع أن يتحمل الضوء الأحمر لتمرير المساعدات المالية الدولية. نعم، من هنا أتت التلويح بالعقوبات من فرنسا. البلد هو على شفير الانهيار. نحن لم نصل إلى لحظة الارتطام، نحن لازلنا نتهاوى في الانهيار. من هنا التلويح بالعقوبات من الدول الأوروبية، من الاتحاد الأوروبي، حتى قيل أن هناك بعض المسؤولين بدأوا بتحريك أموالهم من المصارف الأوروبية نحو الخليج، ولكن كان هناك اتصال بين مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل ووزير الخارجية السعودي لكي يكون هناك تنسيق بهذا المجال، أي أن تكون مروحة العقوبات بدعم خليجي أمريكي فرنسي كي تطال جميع المسؤولين المعطلين تشكيل الحكومة. من هنا قد يتخوف بعض المسؤولين ويذهبون باتجاه الضغط بتشكيل حكومة. من هنا جاء كلام السيد نصر الله بالأمس، قال هناك جهود جماعية وجادة لتشكيل حكومة. يعني ربما قد تخرج الحكومة يعني بعكس كل التوقعات في الفترة القريبة. طيب سيد حسان، جميع سياسة لبنان يخوفون من انهيار وشيك للبلد، ومع ذلك جميع هؤلاء الساسة تقريبا مصرون أو متخندقون وراء أحزابهم وطائفيتهم ومصالحهم الضيقة. هل نفهم من هذه الصورة أن الساسة اللبنانيين قرروا أن يقولوا علي وعلى أعدائي ويمشوا قدما في هذا الطريق؟ السياسيون اللبنانيون مسؤولون بالدرجة الأولى عما وصلت إليه الحال في لبنان، مسؤولون من حيث انغماسهم في سياسة المحاصصة التي كبدت الخزينة اللبنانية كل هذه الخسائر، إضافة إلى سياسة الاختلاسات والهدر والتوظيف العشوائي في إدارة لبنان. هناك أكثر من 300 ألف موظف في القطاع العام بما يتجاوز حاجة لبنان وحاجة دول مجاورة أيضا. هناك فعلا انكباب على محاصصة العقود والهدر البالغ. قطاع الكهرباء وحده تجاوز ديونه 50 مليار دولار، بما يتجاوز أكثر من نصف الدين العام، ولا أحد يسأل أو حتى يتساءل كيف وصلنا إلى هنا، ومع ذلك لا يوجد كهرباء في لبنان. إذن الجميع مسؤولون. تغطية هذا الفساد وهذا العجز كان دافعا لهم بالتوافق مع حزب الله على تغطية أو تجاهل سياساته الخارجية التي مارسها في سوريا والعراق واليمن واستهداف البحرين ودول أخرى أيضا، مما جعل من لبنان ساحة فساد وساحة هدر وساحة وصاية إيرانية، أي أن فسادكم مقابل سلاحي وسلاحي مقابل فسادكم. حتى حزب الله انغمس في هذه السياسة الفاسدة التي أدت لانهيار القطاع الاقتصادي والقطاع المالي في لبنان. ما تعانيه المصارف الآن هو جزء من هذه الأزمة. ما قام به حزب الله من تأسيس جزء مصرف مركزي، يقال عنه مصرف مركزي الآن، هذا صندوق القرض الحسن، عندما يضع له أجهزة إلكترونية في الشوارع، آلة يعني ATM لسحب الأموال وبالدولار وبالليرة اللبنانية دون العودة إلى مصرف لبنان، مما يعني أن هناك دولة كاملة الإدارة، دويلة داخل الدولة كاملة الإدارة، وتستطيع أن تمارس ما تريد وكما تشاء، وأن تتخذ سياسة خارجية وسياسة داخلية وأيضا سياسة أمنية. حتى الاعتقال داخل بيئة حزب الله تتطلب إذنا من حزب الله وتنسيقا عاليا بين قيادة الجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي وحزب الله. إذن لا يمكن حل الأزمة اللبنانية إلا برفع الوصاية الإيرانية عن لبنان والاحتلال الإيراني من لبنان، وهذا يتطلب تجريد حزب الله من سلاحه ومنع ممارسات هذه الميليشيا التي قادت لبنان من أن يكون بلدا استثماريا واحة سياحة وهدوء وتعليم وقطاع صحي إلى ساحة صراعات وأيضا إلى
يعني ساحة أصبح يشبه فيها الفساد بالعالم كله أنه زي مثل لبنان من حيث فساده وهدره. طيب أتحول إلى بيروت سيدة سوسن، يعني حكومة تصريف الأعمال التي تصرف الأعمال الآن في لبنان تدير بعض المسائل الطارئة مثل صرف 200 مليون دولار يعني عن طريق البرلمان لتوليد الكهرباء في لبنان لمدة شهرين، حقيقة معاناة كبيرة. ماذا يمكن أن تفعل في هذه المدة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب منزوعة الصلاحيات أصلاً؟ هي منزوعة الصلاحيات، يعني قبل الطائف كان باستطاع الرئيس المستقيل أن يعود عن استقالته فقط بالاتفاق مع رئيس الجمهورية أو إذا يعني إذا طلب أنه يريد العودة عن استقالته. الآن حسان دياب هو مستقيل، حكومته فقط لتصريف الأعمال، أي لا تستطيع أن تجتمع هذه الحكومة. من هنا جاءت المطالبات بإعادة الصلاحيات لهذه الحكومة، لكن حسان دياب قال أنا لا أريد أن يعني أرجع عن استقالتي أو أن أصرف أعمال، يعني لأن حسان دياب يعلم جيدا أنه يتلقف كرة النار في حال عادت الحكومة للعمل، فهي سوف يطلب منها أن ترفع الدعم عن بقية المواد الغذائية، وهنا سوف يكون الانفجار الاجتماعي. من هنا أيضا هذا سبب أساسي لتأخير تشكيل الحكومة مرة جديدة. لا أحد يريد أن يتلقف كرة النار تلك، الكل بانتظار ربما مساعدات دولية أو ربما تسوية دولية تأتي بالأموال إلى الداخل اللبناني. طيب نعم. سنتحدث عن فرص الحلول الممكنة، فاصل أخير قبل العودة لاستكمال الحديث. أهلا بكم أستاذ حسان. حتى يتجنب لبنان مصيرا أسودا، ماذا يجب أن يحصل ومن أين البداية؟ بداية لابد من الإشارة فقط للتوضيح أن الرئيس دياب لا يستطيع العودة عن استقالته بعد صدور مرسوم رئاسة الجمهورية بقبول الاستقالة وتكليف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة جديدة. أصبحت هذه الحكومة في حكم تصريف الأعمال نهائيا، وتم الطلب من رئيس دياب بتفعيل حكومته لكنه رفض لأن لا نصوص دستورية تنص على تفعيل دوره، وهذا ما أكده الرئيس بري عندما تضامن مع الرئيس دياب ورفض استقبال أي رسالة من سواء رئاسية أو غير رئاسية تدعوه إلى تعديل بعض البنود الدستورية التي تسمح بتفعيل دور حكومة مستقيلة. الواقع اللبناني كما ذكرت لك لا يمكن حله طالما أن هناك سلاحا يمارس ما يريد على الساحة اللبنانية ويفرض سياساته الداخلية والخارجية على جميع اللبنانيين. المطلوب الآن هو إعادة إنتاج سياسة جديدة، يعني مرحلة سياسية جديدة في لبنان تعيد إنتاج طبقة سياسية مختلفة عن هذه الطبقة الموجودة، لأنها جميعها ساهمت في انهيار هذا الوطن وهذا الكيان والإساءة إلى الشعب اللبناني وإلى الشعوب. لكن أستاذ حسان لاحظت من كلامك يعني أنك تحمل صورة، يعني لا أريد أن أقول أنها متشائمة أو سوداوية، لكن تربط أي حل في لبنان برحيل سلاح حزب الله أو تجريده من السلاح. عمليا هذا غير ممكن، ليس لأن اللبنانيين غير قادرين من عدمه، وإنما ليس هناك إرادة دولية لتجريد حزب الله من سلاحه حتى الآن، بدليل أنه يقاتل في سوريا، يقاتل في اليمن، ودرب في العراق، ومع ذلك ليست هناك إرادة دولية لتجريده من سلاحه. إذن ما الحل في لبنان؟ الموقف الروسي الأخير عندما تم استدعاء حزب الله إلى موسكو، تم إبلاغ وفد حزب الله بضرورة الانسحاب من سوريا والمساعدة على تشكيل الحكومة اللبنانية وعدم وضع عراقيل لها، وتم التأكيد من قبل روسيا الاتحادية، وهذا صدر في بيان لوزارة الخارجية الروسية، الطلب من حزب الله تسهيل تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري
وبعضوية اختصاصيين، مما يعني أن هناك توافقا دوليا الآن يضم روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على أن استقرار لبنان يتطلب مواقف مختلفة من القوى الفاعلة والقادرة على التعطيل، وهذا ما يقوم به حزب الله. حزب الله رفض الموقف الروسي، وجاء التعبير مباشرة عندما عاد وفد حزب الله من موسكو يوم الأربعاء، كان خطاب حسن نصر الله يوم الخميس بمناسبة يوم الجريح، وكان الصوت عاليا جدا عندما قال المطلوب حكومة تكنو سياسية تضم سياسيين إلى جانب الاختصاصيين وهكذا يكون أفضل، مما يعني أن حزب الله وبطلب إيراني مباشر رفض الطلب الروسي، وأيضا أكد على تنكره للوساطة الفرنسية التي سبق له أن وافق عليها. إذن هناك فريق يستطيع التعطيل وتسهيله للسلطة، لا يعني سوى استدرار أو استجرار المال إلى لبنان لإطالة أمد الأزمة وليس لحل الأزمة اللبنانية. لبنان بلد استثماري، من سيستثمر في بلد يحكمه سلاح الميليشيات؟ من سيأتي للسياحة في لبنان في بلد تحكمه مجموعات مسلحة تقوم بخطف السائحين أو باعتراض السيارات أو بسرقة السيارات المستأجرة؟ من سيقوم بزيارة لبنان والاستثمار به سواء سياحيا أو استثماريا أو يضع أمواله في المصارف اللبنانية إذا كانت هذه المطارات معطلة؟ نعم سيد حسن، تحدثت عن 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 أمر مهم وهو عامل جديد في الدور والنفوذ الروسي. دعني أسأل السيدة سوسن، يعني هل إلى أي مدى تعلقين أملا على دور روسي محتمل في حالة الوضع اللبناني، مع العلم أن روسيا ليس لها نفوذ في لبنان يذكر؟ نعم، روسيا يعني الرئيس بوتين يحاول أن يكون كما قالت عنه أحد الصحف الأجنبية صانع سلام في منطقة الشرق الأوسط، من هنا يريد أن يدخل من إلى المنطقة من بابها الواسع، وربما لأن لبنان يعني الخاسرة الرخوة لسوريا، وهو نحن نعلم أن لروسيا مصالح في على الأراضي السورية، لروسيا مصالح في إعادة الإعمار، لروسيا قاعدة بحرية وقاعدة جوية الأراضي السورية، فمن مصلحتها أن يكون الوضع هادئ في لبنان. ولكن روسيا حتى يعني إيران لا تريد أن، نحن نعلم أن هناك أيضا تنافس على صلاحيات في الداخل السوري، إذا إيران لن تقدم ورقة هيك يعني ببلاش لبوتين. وأيضا من هنا لم تساوم الفرنسيين، محمد جواد ظريف يقول ماذا يفعل ماكرون في لبنان؟ يعني بالنسبة لإيران تعتبر أن لبنان هي يعني تعتبر لبنان هو يعني قاعدة عسكرية إذا صح التعبير بوجود حزب الله. إيران لا تريد أن تفاوض الروسي أو أن تفاوض الفرنسي على الملف اللبناني، هي تريد أن تذهب إلى الأصيل أي الولايات المتحدة. من هنا تأتي المماطلة، يعني قد يكون قد نرى في المستقبل نفوذ روسي أقوى، هذا بعد المفاوضات أو إذا سلمنا جدلا أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من المنطقة تدريجا وتسلم الملف اللبناني إلى روسيا طبعا بعد مفاوضات. نعم طيب سيد حسان، يعني ربما التعويل على دور روسي في بلد لا تمتلك روسيا أدوات أوراق قوية على الأرض تؤثر بها على حزب الله، باستثناء وجود حزب الله في سوريا وهذه لم تعد مسألة وجودية بالنسبة لحزب الله، هل يمكن أن يكون حلحلة الموقف تشكيل الحكومة رهن بانفراجة في العلاقات بين طهران والرياض مثلا، بمعنى أن مفاتيح الحل يمكن أن تكون إقليمية؟ إذا بدأنا بالموقف الروسي بداية، روسيا أكدت في بيانها الذي صدر عن وزارة الخارجية بأن المطلوب هو تطبيق القرار 2254 في سوريا، ولافروف سبق له أن قال مع بداية التدخل الروسي في سوريا أن أمن إسرائيل هو أولوية السياسة الخارجية في سوريا وفي المنطقة. فسوريا عندما تطلب من حزب الله الانسحاب من سوريا إنما تعني أنها تريد هدوءا كاملا على الحدود الإسرائيلية السورية، وهذا أيضا يسري على الحدود الجنوبية اللبنانية لأن الحدود متشابكة هنا خاصة في منطقة مزارع شبعة. المطلوب هو وقف الاحتقان على الساحة، وهذا ما لا ترغبه إيران ولا يمكن أن تتخلى عنه، لأنها استثمرت في تفعيله وتطويره وتعزيزه 4 عقود على الساحة اللبنانية، لا يمكن لها أن تتنازل بهذه السهولة أو بهذه البساطة. حماية نظام طهران تتوقف على تهديد أمن إسرائيل، هذه هي المعادلة. إيران تدرك أنها لا تستطيع قصف إسرائيل بصواريخها من طهران أو من إيران، تحاول أن تستخدم الساحة اللبنانية لإطلاق الصواريخ أو تهديد أمن إسرائيل بأن صواريخها جاهزة في لبنان، هذا ما أكدته إسرائيل وحذرت منه مرارا وتكرارا.
إذن المشكلة الآن أن هذا السلاح الموجود في لبنان يشكل تهديدا لاستقرار لبنان قبل أن يشكل تهديدا لاستقرار الآخرين، والدور الروسي هو مكمل للدور الذي تلعبه أوروبا أو حتى تريده الولايات المتحدة. روسيا تريد استقرارا في المنطقة لتطوير استثماراتها النفطية وغير النفطية، وإعادة إعمار سوريا، ولبنان هو طرف في إعادة الإعمار، يتطلب استقرارا في سوريا وفي المنطقة أيضا. والاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، اليابان، حتى اليابان وحتى الدول العربية كلها أكدت أن لا دعم لسوريا ولا إعادة إعمار في سوريا إلا مع تطبيق القرار 2254 وتسوية سياسية تشمل تغيير النظام الحالي. وروسيا موافقة على هذا الوضع، ولكن حزب الله مشكلته وكذلك إيران أن انسحاب حزب الله من سوريا سوف يجعله أمام مساءلة من جمهوره الذي سوف يسأله عن آلاف القتلى والجرحى والمفقودين من أنصاره وأتباعه وميليشياته الذين سقطوا في سوريا. لماذا سقطوا؟ حزب الله وإيران قاتلوا في سوريا واستلمت روسيا سوريا، وهم سوف يغادرون سوريا الآن أم بعد فترة من وجيزة من الزمن. حزب الله يخشى هذا المستقبل ويخشى المساءلة والمحاسبة من جمهوره، لأن خسائره وتكاليف الحرب الإيرانية في سوريا وعلى الشعب السوري سوف يحاسب عنها من قبل جمهوري. طيب ربما يقول لك قائل بأن هناك جواب جاهز عند حزب الله، وهو أنه سيقول لجمهوره بأن سوريا باتت آمنة وأن مستقبل حزب الله لم يعد مهددا بالخطر وأن المشكلة لم تعد وجودية بالنسبة لحزب الله. دعني أتحول إلى السيدة سوسن. لو اتفقت الأطراف اللبنانية والإقليمية والدولية على تشكيل حكومة وفق صيغة ما، يعني تراعي الاستقرار والأمن ولا تريد تصعيد الموقف، وشكلت هذه الحكومة اللبنانية، ماذا بإمكانها أن تفعل لبنان؟ وماذا بإمكان الأموال الموعود بها لبنان أن تقدم لهذا البلد الذي يعاني أزمات على جميع الصعود تقريبا؟ نعم، قبل كل شيء إذا كان هناك من حكومة يجب أن تكون حكومة لها صلاحيات استثنائية، يعني أن تمرر القرارات بسرعة. يعني نحن رأينا أن تشكيل الحكومة يأخذ وقتا طويلا، ومن ثم عند الجلوس إلى طاولة مجلس الوزراء تتفجر الخلافات بين الأفرقاء كافة. من هنا يجب أن تكون هناك حكومة اختصاصيين، يعني حكومة ديميسيون، حكومة كما قال الرئيس الفرنسي، حكومة مهمة، يعني يكون عندها وقت محدد، تايم فريم، وقت محدد لتمرير ملفاتها او لتمرير ما تريد ان تتصرف به. ايضا البدء بالاصلاحات. قال الرئيس الفرنسي هناك تحالف بين الارهاب والفساد، يعني بطبيعة الحال هو كان يعني أن حزب الله هو من يغطي الفساد. إذن يجب أن تكون حكومة مهمة بتوقيت محدد، تحدد توقيتها، ملفاتها، برنامجها، وتبدأ بالإصلاحات، لأن المجتمع الدولي قال صحيح نحن نريد حكومة بوقت سريع، ولكن أيضا نريد أن نتفق على برنامج هذه الحكومة. ماذا سيفعل؟ كيف سينقذ البلد؟ نحن نعلم أن هناك تدقيق جنائي، تكلموا عن تدقيق جنائي، هناك ملفات فساد عديدة، هناك تحقيق بتفجير المرفأ، هناك إعادة إعمار بيروت. يعني ما ينتظر هذه الحكومة هي ملفات من الوزن الثقيل إذا صح التعبير. إذن على هذه الحكومة أن تتمتع بصلاحيات استثنائية، وأن يكون الكل يعني له النية بإنقاذ البلد. نعم. لأن بصراحة الشعب اللبناني يقول أننا فقدنا الثقة بمثل هذه الطبقة السياسية. يعني في حال تشكلت الحكومة غدا عليها أن تبدأ فعليا بملفات الإصلاحات، وعلما أن هذه الملفات قد تحتاج سنوات. نعم. يعني لبنان بحاجة لأموال يعني بسرعة، لأن نحن نعلم القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني يعني فقدت. نعم. الليرة اللبنانية فقدت قيمتها 90% تقريبا من قيمتها. إذا البلد بحاجة لأموال بأي وسيلة بطريقة عاجلة. نعم أشكرك سيدة سوسن. ختاما مشاهدين الكرام، أشكر ضيفي الكريمين وكان كلاهما عبر سكايب من لبنان، من صيدا السيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات، ومن بيروت السيدة سوسن مهنة الكاتبة الصحفية. كل الشكر لكم مشاهدينا الفاضلين، دمتم في حراسة الله.